شاب على يد آخر بسبب حق الدكتور والأسرة تروي التفاصيل. ومعنا أخت المجني عليه ومرات أخوها تحكي لنا إيه اللي حصل. هو بواقف والدكتور ما عدى. إيه اللي حصل من الأول؟ هو الأول والدكتور ما عدى. قول مش مغاها راح أجاب فتت ومش راح أجاب إخواته ثلاثة وأبوه موتوه بالعزاء ونزل على دماغه بالسكينة والهيغة على دماغه وماشي في الشارع يقولوا وضحي لي بس عشان الناس تفهم ايه اللي حصل من الاول. يعني بعد ما حك في التوك توك ايه اللي حصل؟ معلش ومش اول ما حك في التوك توك ماشي راح قال له معلش راح صاحب التوك توك روح جاب اخواته وجاب ابوه اربعه ضربوه بالمساوي والسكاكين على دماغه وذبحوه بقوا ماشيين يقولوا احنا موتنا بعد ما حك في التوك توك اخويا ركب الحب على دماغي وقال ما فيش حاجه ومشي رحت انا موتون طب اخواته اللي موتوا على دماغهم طبعا ان شاء الله ان شاء الله حقه هيجي ان شاء الله حقه هيرجع ان شاء الله هيرجع ان شاء الله ان شاء الله سلامه هاي سلامه يجي ثالث وثالث. يعني هو بعد ما تكتب حقه ردوه كبير ردوه وماشي وبص على دماغه عشان يفكر وماشي دوكم حتى اللي مش عم القدان وقعد موته على هتحاسبه طبعا يا حق يا حق